سيكون من أوسكيك هذا الموسم قبل لحوالي 40,000 مسافر من الجالية المقيمة بالخارج في موسم استثنائي، وضع مصالح الجمارك أمام تحدي حقيقي تسعى لكسبه، يقول محمد حمد في هذا التقرير. ستكون هذه السنة مميزة بالنسبة لميناء سكيكدا بعد أن برمجت ب24 باخرة لنقل المسافرين. سيكون على متنها 40,000 مسافر وأكثر من 20,000 سيارة. هذه السنة ستكون سنة مميزة لميناء سكيكدا، وخاصة الشركاء كالجمارك والشرطة وكذلك المؤسسة المينائية، وهذا لبرمجة حوالي 24 باخرة ذهابا وإيابا، وهو معدل يعتبر جد هام، حيث نتوقع حوالي 40,000 مسافر إيابا وذهابا، وكذلك معالجة حوالي 20,000 سيارة. هذا العدد الهائل من المسافرين والمركبات جعل مصالح الجمارك تعزز فرقها سواء على ظهر البواخر أو الموجودة على مستوى الميناء. وبهذا الخصوص تم تكثيف في استعمال أجهزة السكانير، وكذلك استغلال كل المرائب المتوفرة على مستوى ميناء سكيكدا بالتعاون مع شرطة الحدود، مصالح شرطة الحدود ومصالح المؤسسة المينائية لسكيكدا، إضافة إلى زيادة في تعداد أعوان الجمارك ليتكفلوا بهذه المهمة. هذه الاستعدادات وتوفير كل الخدمات التي أقرتها التدابير الجديدة لتسهيل العمليات الجمركية من شأنها جذب عدد أكبر من المهاجرين، وهو ما يصب في الخزينة العمومية.